دلوقتي هنشرح طريقه رمي الطراحه. تمام، الطراحه اللي معايا دي طراحه 3 متر. تمام، الطراحه بنشتغل بيها لو قدامي سمك حاضر. السمك انا بس افرد ال تمام. بص، دي الطراحه اللي هي الشبكه، بتبقى مقاسات. تمام، انا المقاس اللي معايا، وبتبقى اشكال. انا دي بطوق من فوق، انا دي عشان يوزع يعني، فاهم؟ بس مش احسن حاجه يعني. دي 3 متر، دي كده اسمها طراحه. تمام، في تقل من تحت بالمنظر ده كده بحبل علشان تحدف. طيب بص، حاجه بسيطه جدا مش عايزين نجعلصها، ادي هي معايا اهي على الارض. تمام، طيب انا معايا الحبل، حبل حلم عادي، لميت الحبل اهو خلاص. عايزك بقى ايه تركز معايا واحده واحده. لميت الحبل لما عادي زي ما انت شايف كده خلاص. طيب حاجه الطراحه من الزور اللي فوق ده كده، قام جاي ماسك الزور ده كده اهو زي ما انت شايف، مسكت الزور كده، يبقى معايا الحبل ومعايا الشبكه اهي مسكتها. طيب هعمل ايه اول حاجه؟ اول حاجه هعملها هقوم جاي لافف لفه اهي، شايف؟ لفه اهي ما فيهاش اي حاجه، خدت لي لمه. طيب هاخد لي لمه ثانيه، بس خليك واخد بالك من حاجه. اللمه الثانيه دي انا عايز كل واحد طبعا حسب طوله، انا هرجع ورا شويه عشان تشوف كل واحد حسب طوله. انا عايز تبقى معايا طولها لحد هنا. تمام، يعني هقيسها كده اهي، قستها خلاص، هقوم جاي واخد اللمه الثانيه خلاص، بقت بالمنظر ده كده. يبقى انا معايا اهي ماسكها اهي زي ما انت شايف كده خلاص، اهو كل دول مع بعضيهم. طيب هعمل ايه بقى؟ شايف معايا كده، هاخد بصبعي ده كده ودي كده اهي. بص انا عملت ايه؟ ولا من اي جنب اهي، هي خلاص ريحت معاك كده، هقوم جاي واخد واحده كده. تمام، الواحده دي هحطها على صبعي كده، على صبع واحد خلاص. هقوم جاي واخد كمان على طولها، على طولها اهي، على طولها. بص بص انا بعمل ايه، على طولها. هقوم جاي واخد لمه، لمه ثانيه. يبقى انا كده خدت لمتين، كل ده على صبع واحد وبقت معايا بالمنظر ده اهي. كل ده انا ماسكه في ايد واحده، موضوع ما فيهوش اي حاجه. طيب هعمل ايه بقى تاني؟ هاجي من تحت كده هنا، من تحت اهو. بص انا سبت اهو في طرف هنا لوحده، الطرف ده وفي طرف تاني هناك، ماليش دعوه بالطرف اللي هناك، انا ليا في الطرف اللي ناحيه ايدي الشمال. طيب هعمل ايه؟ اجي من تحت، بص بلم ازاي؟ بص بص هلم لي شويه، لميت اهو، انا لميت شويه كده، هخلي يعني هما مش متساويين، هخلي هنا اكتر شويه، يعني قسمت اللي تحت تلت والتلتين تقريبا، او اكتر من التلت وهنا ايه شويه، يعني لمتين. المهم يبقى عندي هنا كومه وهنا كومه. طيب هعمل ايه بقى؟ هقوم جاي رامي خلاص. خلينا حرمي بس على الناحيه الثانيه كده واوريكم هنرمي ازاي. بص انا وقفت كده اهو خلاص، خلاص خلاص. تاني تعال نعملهم تاني. طبعا انا عشان بشرح بس، هي نزلت فرده نفسها كده. انت المفروض وانت بترمي تقوم جاي عامل ايدك لفه كده علشان تتفرد معاك. تعالى في الرميه الجايه تتظبط معانا، دي فرصه عشان نشرح تاني. بلم الحبل، تمام، لميت اهو تاني، بتقوم جاي لامم كده. طبعا وانت بتلم، وانت بتلم في الشعر اللي جوه اللي ماسك اصلا ده، بتتاكد ان هو مظبوط، ده بتتاكد ان هو متظبط. بص تظبط نفسك كده خلاص وتلم، خدت لك لمه الثانيه خلاص اهو. تمام يلا تاني، بص عامله ازاي اهو، لميت لمتين بقت معايا بالمنظر ده. قوم جاي واخد واحده على ايدي
واخد لي لفة اثنين خلاص اهو هلم لي شوية تمام بقت بالمنظر ده ونحتف اهي بص بمنتهى البساطة اهي المرة دي نزلت بالشكل مظبوط تمام كل ما تدي نفسك براح وتحرك ايدك لازم تحرك ايدك كده يعني برضو تلف معاها تلفها كأنك بتعمل كنافة تمام كنافة بالعكس تقوم جاي عامل ايدك كده علشان تطلع معاك مظبوطة دي كده باختصار يعني هي الموضوع سهل بسيط ما فيهوش حاجة لو في سمك قدامك في مرمى تعرف تجيبه فكرتها طبعا الطراحة فكرة قديمة جدا ومعروفة وحاجة سهلة وبسيطة الصيادين شغالين بيها كتير جدا دي برضو بتشتغل بيها لو انت مثلا هتشتغل على سمك كبير قدامك فيه سمك صغير تقدر تجيب السمك ده وده الوضع